تذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها السيد انتصار السيسي وحرم سلطان عمان قاموا بزيارة لمستشفى 57-357 دعما للأطفال. والحكومة أكدت أيضا أنه لا صحة لانتشار عصابات بالمحافظات تختطف الأطفال لسرقة أعضائهم. كمان معنا مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع المرور العربي اللي بيهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور. تفاصيل أكتر هنستعرضها لحضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقدمت بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57-357 ودعمها لأطفالنا المرضى شفاهم الله. أيضا تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم اللي بيمثل الأمل والحياة لأطفالنا اللي بيواجهوا المرض الخبيث. وجاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن المنشورات المتداولة مزيفة وبيتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام 2017 ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها. امبارح شاركت وزارة الداخلية في أسبوع المرور العربي اللي بيهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور، وحققت الوزارة خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية لتعتمد أكثر على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات، فضلاً عن جهود التوعية بقواعد المرور.